هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام على بركة الله تواصل أشواطنا مستمر. انتهت أشواط الانتاج وبدأت الأشواط المفتوحة بالأثارة وبالحماس في ميدان المرموم أحد أذرعة وتحفة الميادين. المشاركات في الأشواط المفتوحة هنا في الشوط الأول المفتوح جميلة ورائعة، رغبة الكل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. انطلق شوط الإبكار ليحمل لنا في 3 كيلومترات الحماس القوي والشعارات الجميلة في ميدان المرموم وسن السرعة، سن الحقائق، سن المواهب. من هذا السن تأتي السبوق العدملية الذي تتواصل مسيرتها في هذه الانطلاقات والتحديات. انطلق هذا الشوط بالأثارة، يا سلام، نسير مع المقدمة. بعد بداية الانطلاق نشوف من سيطر على المقدمة. هذه الطيارة جذلان بن محمد بن جذلان المزروعي الذي قدم الطيارة، ولكن من الجانب الآخر هناك يا سلام الوصول من هذه اللحظة شواهين علي بن طالب بن محمد بن شريم المري الذي يقدم هذه الانطلاقة. المركز الثالث وصلت فيه شرف في مكان الشرف محمد أو مبارك بن محمد بن قطامي السويدي على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع رابع المراكز هناك التواجد والدخول في هذه اللحظات علاج علي بن راشد بن مسلم العمري تدخلت في هذه اللحظات، والعرياني مع هذه النوعية الفريدة مع أم المعارك يا سلام. سيف بن ياسر بن سيف العرياني يقدم أم المعارك، تواصلت هناك اليازي ناصر بن علي بن ناصر الغفراني المري هناك في هذه اللحظات في هذا الانطلاق في 5 المراكز. أما المركز السادس شوف الدخول مشاهدينا متابعينا الكرام وشعار بن منانة يتواجد مع غزل، وهناك لمار تتدخل يمع بن عبيد بن حميدان الفلاسي من الجانب الآخر. وشوف الانطلاقات أعود هناك مع المراكز الأولى مع الانطلاقات الأولى. يا سلام الألف 200 أم المعارك في الشوط الأول، أم المعارك في شوط الحماسة في الشوط الأول المفتوح في هذه الانطلاقات. وياتي العرياني متخصص في هذه النوعية نوعية النخلي. أم المعارك قبل أسبوع فازت في هذا الميدان، سيف بن ياسر بن سيف العرياني. مشاهدينا متابعينا الكرام علاج علي بن راشد بن مسلم العمري تأتي في المركز الثاني، والمركز الثالث هذه غزل أحمد بن سعيد بن منانة يقدم لنا غزل، وهناك شعار بن كراز من الجانب الآخر أحمد بن كراز المهيري هناك يقدم السايحة في هذه الانطلاق. يا سلام الموقف حساس، عادت مرة ثانية اللي هي الجازي ناصر بن علي بن ناصر بن بخيت المري، وصل بن بخيته، وصلوا الجماعة غادمون ولكن أم المعارك في قمة المعارك، أم المعارك ولكن هناك من الجانب الآخر الوصول من غدير مبارك بن محمد بن نصرة رجل المفاجآت وشعار المفاجآت في الأمتار الأخيرة. بن نصرة مع غدير على المركز الأول. يا سلام أم المعارك وغدير، بانت المعارك ما بين غدير وما بين أم المعارك هناك تنطلق وتعارك في الغدير، ولكن الغدير يا سلام هذه غدير تسيطر على مقدمة الشوط. تهانينا مبارك بن محمد بن نصرة العامري وزاخر هناك زاخر تستعد للسلامات، ولكن أم المعارك العرياني أم المعارك ولكن هناك غدير أم المعارك في أول الأشواط المفتوحة. يا سلام بانت المعارك وانطلقت هناك غدير وعادت أم المعارك غدير بالمركز الأول. تهانينا مبارك بن محمد بن نصرة العامري أم المعارك في المركز الثاني، لسيب ياسر العرياني المركز الثاني ثالث. هناك ناصر بن بخيته الذي وصل في المركز الثالث، بينما المركز الرابع لمار وصلت في المركز الرابع مشاهدينا يمع بن عبيد بن حميدان فلاسي، والخامسة
ما شفناها الخامسة. عموما تقريبا أن بن يزرب في المركز الخامس الذي وصلت في خامس المراكز. هذه نتيجتنا وهذه الثنتين الذين قدمن أم المعارك وقدير. بنشوف من الفائز، ولكن هنا التنافس وهنا التحدي. ولكن غدير حظت بناموس. تهانينا مشاهدين العزاء مبارك بن محمد بن نصرة العامري، حملت السلامات لأهالي زاخر في توقيتها الزمني. مشاهدينا متابعين الكرام، وهو 4 دقائق على شاشة تلفزيون دبي ريسنج في هذه الانطلاقات والتحديات في هذا المسار. تهانينا مبارك بن محمد بن نصرة العامري على فوز اللي هي غدير بالمركز الأول بالتنافس مع أم المعارك. ولكن عموما التوقيت الزمني 4 دقائق 32 ثانية، 8 أجزاء من الثانية اللي هي قدير. ثانينا مبارك بن محمد بن نصر العامري. أم المعارك كذلك قدمت أداء جميل، سيف بن ياسر بن سيف العرياني 4 دقائق 32 ثانية و8 أجزاء من الثانية في هذا الانطلاق المركز الثالث. بنشوف، شكرا يا مخرجنا على المتابعة. المركز الثالث، نشوف ثالث المراكز الذي وصلت الجازي لناصر بن علي بن ناصر بن بخيته المري، قطعت المسافة 4 دقائق و35 ثانية و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى، بينما يمع بن عبيد بن حميدان المركز الرابع. تهانينا والناموس.